لتطبيق ما كل ما جاء فيه في هذا القانون ابتداء من أول جانفي 2024، وتكون الدفع الأجور أيضا يعني بعد هذا بأخذ بعين الاعتبار هذا الارتفاع ابتداء من أول جانفي 2024. مرة أخرى هنيئا لكم ولنا وشكرا. تم مصادقة اليوم بأغلبية ساحقة على هذا القانون الهام، واللي كما تعلمون جاء لتجسيد هذا القانون لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف كما تعلمون هذا القانون بشكل خاص إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. طبعا بعد مناقشة دامت 3 أيام مع حول القانون المالي لسنة 2024، وبعد الإجابة التي قدمتها لإخواني النواب جوابا على أسئلتهم وانشغالاتهم، تم مصادقة اليوم بأغلبية ساحقة على هذا القانون الهام، واللي كما تعلمون جاء لتجسيد هذا القانون لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي دعا من خلالها الحكومة إلى تضمين جميع القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات الوزارية السابقة سواء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية أو في الحفاظ على سيادة البلاد بدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. ويهدف كما تعلمون هذا القانون بشكل خاص إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مع مراعاة التوازنات المالية إدراج زيادة الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية، وهذا في إطار دعم المكتسبات الاجتماعية التي تحققت على مدى السنوات الأربعة السابقة تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة كمحور أساسي في السياسة العامة، وذلك في وفقا لروح مرجعيتنا الوطنية النوفمبرية. كما يحتوي هذا القانون على عدة تدابير الرامية إلى مواصلة الإصلاح في المجال المالي العام من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية أكثر هشاشة. ويتكفل أيضا هذا القانون بالأثر المالي الناجم عن التدابير الداعية إلى ضمان الأمن الغذائي وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، على غرار الرقمنة الإجراءات والخدمات وتعميمها على كل القطاعات. ويجدر الإشارة إلى أن ميزانية 2024 تعد من أضخم في تاريخ الجزائر، وتشكل الثاني قانون المالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي 18-15 المعدل والمتمم والمتعلق بالقوانين المالية. وتجدر إشارة أيضا إلى أن هذا النص جاء في سياق يتميز بزخم واستمرار الجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات لتحقيق نهج إداري جديد يعتمد على مبدأ الأداء والنجاعة بهدف ترشيد الإنفاق العام لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
وفي الأخير أود أن أثمن النقاشات التي دارت في جلسات غرفة البرلمان والتي تم تخصيصها لمناقشة هذا النص، والتي كما تعلمون تميزت أيضا بنوعية الفائقة للتدخلات والاقتراحات التي قدمها أعضاء البرلمان من حيث تنوعها وتسليط الضوء على الواقع التنموي على الصعيد الوطني والمحلي، يهدف طبعا التحقيق العدالة الاجتماعية. مرة أخرى مبروك على الشعب الجزائري ومبروك على الدولة الجزائرية، وطبعا نشرع إن شاء الله في وتنفيذ أو وضع الاعتمادات اللازمة لتطبيق ما كل ما جاء فيه في هذا القانون ابتداء من أول جانفي 2024، وتكون الدفع الأجور أيضا يعني بعد هذا بأخذ بعين الاعتبار هذا الارتفاع ابتداء من أول جانفي 2024. مرة أخرى هنيئا لكم ولنا وشكرا لتطبيق ما كل ما جاء فيه في هذا القانون ابتداء من أول جانفي 2024، وتكون الدفع الأجور أيضا يعني بعد هذا بأخذ بعين الاعتبار هذا الارتفاع ابتداء من أول جانفي 2024. مرة أخرى هنيئا لكم ولنا وشكرا. مع مراعاة التوازنات المالية إدراج زيادة الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية، وهذا في إطار دعم المكتسبات الاجتماعية التي تحققت على مدى السنوات الأربعة السابقة تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة كمحور أساسي في السياسة العامة، وذلك في وفقا لروح مرجعيتنا الوطنية النوفمبرية. كما يحتوي هذا القانون على عدة تدابير الرامية إلى مواصلة الإصلاح في المجال المالي العامة من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية أكثر هشاشة. ويتكفل أيضا هذا القانون بالأثر المالي الناجم عن التدابير الداعية إلى ضمان الأمن الغذائي وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجارية تنفيذها حاليا، على غرار الرقمنة الإجراءات والخدمات وتعميمها على كل القطاعات. ويجدر الإشارة إلى أن ميزانية 2024 تعد من أضخم في تاريخ الجزائر، وتشكل الثاني قانون المالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي 18-15 المعدل والمتمم والمتعلق بالقوانين المالية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا النص جاء في سياق يتميز بزخم واستمرار الجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات لتحقيق نهج إداري جديد يعتمد على مبدأ الأداء والنجاعة بهدف ترشيد الإنفاق العام لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد. وفي الأخير أود أن أثمن النقاشات التي دارت في جلسات غرفة البرلمان والتي تم تخصيصها لمناقشة هذا النص، والتي كما تعلمون تميزت أيضا بنوعية الفائقة للتدخلات والاقتراحات التي قدمها أعضاء البرلمان من حيث تنوعها وتسليط الضوء على الواقع التنموي على الصعيد الوطني والمحلي، يهدف طبعا التحقيق العدالة الاجتماعية. مرة أخرى مبروك على الشعب الجزائري ومبروك على الدولة الجزائرية، وطبعا نشرع إن شاء الله في وتنفيذ أو
وضع الاعتمادات اللازمه